قول لي اسرار من اللي انت عارفها يا عراقي. في ايه بالظبط يا يوسف؟ في اللي انت عارفه زي ما يطلع اللي تجود بيه يا عم عراقي. يعني خلينا نتكلم ان الفتره ديت يعني الحمد لله الوضع الرياضي بجد يعني الحمد لله طبعا اكيد بعد حزننا الشديد جدا على خروج منتخبنا من بطوله كاس افريقيا بالشكل دوت، ولكن من بعدها وبعد تعيين كابتن حسام حسن يعني في القطاع الاكبر يعني بيرحب طبعا بالخطوه ديت وعوده المدرب المصري. وخلينا نتكلم حتى الناس اللي هم مختلفين على الخطوه، خلينا نقول ان اخر التجارب ناجحه واخر مدربين قدروا يعملوا انجازات للكره المصريه كانوا مدربين محليين، يعني بنتكلم مثلا في كابتن محمود الجوهري، لما بنتكلم في كابتن حسن شحاته طبعا هيكتور كوبر ما حدش ينكر طبعا ان هو قدر ان هو يصعد لكاس عالم، ولكن الانجازات الكبيره والانجازات والناس اللي كملت ومسكت المنتخب لفترات طويله كانوا كلهم مصريين. وخلينا نبص كمان حتى للصعيد الافريقي، يعني اليو سيسي في السنغال وليد الاجراجي في المغرب، كل النجاحات الكبيره يكفي ان في اخر مثلا 10 نسخ اخر 10 نسخ في بطوله كاس افريقيا اللي فاز بسبعه منهم مدربين وطنيين. خلي بالك انه حتى هيكتور كوبر يعني كان عشان بيحب الاكل المصري، ففي خلاص كده عنده حته كده بقت ماشيه جوه. كان راجل لطيف يعني. والله جدا جدا يعني. كان راجل لطيف، لا وراجل ناجح بصراحه يعني أوي. هو راجل ناجح حقيقة. وحتى بعد ما خرج من عندنا قدر ان هو يعني يعمل نجاحات كبيره وبيعمل نجاحات اخيره مع منتخب سوريا نجاحات محترمه، ولكن ان شاء الله باذن الله بكره يكون بقى في مؤتمر موسع لكابتن حسام حسن للاعلان طبعا عن جهازه المعاون، كابتن حسام، كابتن ابراهيم، كابتن سعفران الصغير، كابتن طارق سليمان، كابتن محمد عبد الواحد اللي تم تعيينه مؤخرا، كابتن وليد بدر المدير الاداري، كل الجهاز هيتم الاعلان عنه بكره. وعايز اقول لك ان كل اعضاء مجلس الاداره باذن الله هيكونوا متواجدين، يعني ان شاء الله باذن الله تدعيم كابتن حسام، مفيش اي مشكله. كلام كتير بيتقال ان في مشكله مع بعض الاعضاء، كان ده مش حقيقي تماما، حتى الاعضاء اللي تغيبوا بسبب المرض زي كابتن حازم او لظروف شخصيه زي كابتن بركات تواصلوا مع كابتن حسام وكابتن ابراهيم. وانا مش بقول لحضرتك الكلام كده، انا كنت قاعد في الجلسه ديت، واكيد كابتن ابراهيم هيعمل معاك يعني مداخله او كابتن حسام بعد كده وهياكدوا لك الكلام اللي انا بقوله لك ده. فالعلاقه إيه خلاص. ايه اللي دار في الجلسه دي؟ اللي دار في الجلسه ان كابتن حسام زي ما حضرتك عارف ان هو كان مسافر السعوديه طبعا، كان بيتفرج على البطوله الوديه، بعد كده سافر على ابيجان بدعوه من الاتحاد الافريقي طبعا لحضور نهائي كاس افريقيا، فمن ساعه تعيينه تقريبا ما عادش الا القعده الاولى وبعد كده سافر، فبالتالي كان في قعده موسعه بقى اول امبارح مع مسؤولين اتحاد الكوره واعضاء الجهاز المعاون بتاعه، بعدها طبعا تم توقيع العقود بشكل رسمي. وعايز اقول لك يعني في اكتر من حاجه يمكن يتكلموا فيها، انا عايز اقول لك كابتن حسام وكابتن ابراهيم رفضوا تماما فكره الحديث عن المقابل المادي، قالوا لاتحاد الكوره اللي انتم شايفينه حطوه، حتى اتحاد الكوره قال لهم هنحط لكم زي ما المدربين في مصر بياخدوا في الدوري المصري وزي اخر راتب كنتوا بتاخدوه في فيوتشر، الناس ما اعترضوش تماما يعني والله بجد دي حاجه انا شفتها بعينيا. فده اللي بيفرق المدرب الوطني عن المدرب الاجنبي، بيبقى حاسس بالبلد، بيبقى هدفه فعلا هو المصلحه، هدفه فعلا هو اسعاد الشعب المصري، هدفه فعلا هو ان هو فعلا يرجع البلد او يرجع منتخبنا طبعا لمنصات التتويج، ما بيبقاش هدفه فكره الفلوس بس او فكره ان هو شغل بس. ودي حاجه كنا مفتقدينها جدا جدا مع المدربين الاجانب الفتره اللي فاتت، مع الاحترام طبعا ليهم كلهم.